لسه مش قادر استوعب ان انا هنزل اتمرن في ملعب ريال مدريد. كورتوات خرم يا رجاله، لازم احاول امسك نفسي وما ازعقش. وده حبيب كل المدريدستا. بنزيما مكانك في خطر، ده تهديد رسمي. احساس مش طبيعي، دي اول مره في حياتي اتمرن في نفس الملعب اللي اتمرن عليه اساطير كتير قوي 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 لعبوا ريال مدريد. مفيش كلام يتقال. I don't understand anything. It's okay. واضح كده انا مش في الاستوديو، انا في اوضه اوتيل، وده بالتاكيد معناه ان ده فلوج جديد. بقالنا شويتين ثلاثه ما عملناش فلوج، لازم اعترف يعني. وفلوج النهارده من مدريد. فاكرين السنه اللي فاتت في نفس المعدة تقريبا برضو جيت مدريد في ايفنت مع نيفيا مان. فالمره دي قرروا ان هم يعزموا ناس كتير قوي من بلاد كتير قوي علشان يعيشوا تجربه خاصه مع الريال. علشان اكون واضح معاكم يعني، انا لسه واصل امبارح بالليل ولسه صاحي من النوم النهارده الصبح، فما عنديش اي فكره هي التجربه الخاصه دي ومش عارف تفاصيلها. قعدت في مدريد 3 ايام فهنكتشف في اخر يوم. بدأنا نتحرك، واضح كده ان انا مش عامل حسابي على البرد ده. الشباب اللي من اوروبا لابسين كده وانا لابس كده، راحت دي تي شيرت وخلاص كده. ده معنى اكيد ان انا بعمل حاجه غلط. تمانية مفتريين. طبعا انا ما عنديش فكره احنا رايحين فين، بس هم قالوا لنا حاجه واحده بس اثارت انتباهي. قالوا لنا نجيب معانا جزم كوره. انا معايا جزم كوره ولبس كوره للمشوار ده، بس الهاشتاج بتاع ليجا في السفريه دي هو بريبير فور اني ثينج، يعني استعد لاي حاجه. وبصراحه انا مش هقبل باي حاجه اقل من اني اخد مكان بنزيما الماتش الجاي كسترايكر ريال ضد فالنسيا. اقل واجب يعني. ميك ذا فيرست تيم ذات كام تو ذا. بالاخر كان ملخص كل الرغي ده ان احنا رايحين نحضر تمرين ريال مدريد في ريال مدريد فاسيلتي اللي هنا دي. طبعا دي حته انا عمري في حياتي ما دخلتها قبل كده. المفروض ان احنا هنتفرج على التمرين الاخير اللي قبل ماتش فالنسيا بتاع بكره. قال ممنوع التصوير، بس لو هتعرف تصور غير ما حد ياخد باله صور. دي لعبتي بقى، عيب بقى. واخر حاجه ان احنا هنلعب كوره على واحد من الملاعب اللي الفرقه بتتمرن عليها مع واحد من المدربين بتوع الفريق. لا تعليق. طبعا من الحاجات اللي ليوناردو كان بيقولها دلوقتي ان ريال مدريد بانيين على خمس الارض اللي هم شارينها. ده معناه ان التريننج فاسيلتي دي ممكن تكبر خمس اضعاف الحجم اللي هي عليه. وانا متحمس قوي 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 ومش عارف امسك نفسي صراحه كده. الموضوع زياده. احنا هنا في المركز التدريبي بتاع ريال مدريد. المفروض ان احنا هنتفرج على التمرين الاخير بتاع الريال قبل ماتش فالنسيا بكره. قلت لكم من شويه ان هم قالوا لنا نجيب معانا جزم عشان نلعب كوره. عمري ما تخيلت ان الكوره دي هتبقى على واحد من الملاعب اللي الفرقه بتتمرن عليها مع واحد المدربين. بنزيما مكانك في خطر، ده تهديد رسمي. عامه هو كان بيقول لنا برضو في الاتوبيس ان واحد من معالم المكان التدريبي ده هي الانوار الطويله دي، بيقول ان هو شبه المطار. عارفين جائزه بوشكاش افضل هدف في العالم اللي بتتعمل من الفيفا كل سنه اللي صلاح كسبها السنه اللي فاتت باسم الراجل ده؟ شكلنا كده في المكان الطبي سنترو ميديكو انتي دوبينج. راموس عامل مشاكل هناك، عامل مشاكل كتير. مشاكل كده جدول النهارده. طبعا انا مش فاهم اي حاجه من الجدول. طيب البدايه ان احنا هنتفرج على التمرين، دي اول حاجه هتتعمل النهارده. طبعا ممكن كل الناس ماشيه يمين كده، اروح ادخل شمال في الباب اللي ورا ده وافتح الباب ده مثلا، عايز ادخل كده اتفرج هنا. عارفين الفيديوهات اللي بنقعد نتفرج عليها بتاعت لعيبه الريال وهم بيقعدوا يتمرنوا؟ بيبقوا على الملعب ده، مش شرط الملعب ده بالذات يعني، بس واحد من الملاعب. انا مصدق ان انا هجري على النجيل دي كمان شويه، والله العظيم ما مصدق. احساس مش طبيعي لما تعرف ان اللعيبه كلها بتعدي من هنا كل يوم وهم رايحين يتمرنوا. وبعدين في ريال مدريد اسامي كبيره قوي عدت من هنا قوي، يعني اساطير كتير قوي في الكوره، حاجه مش طبيعيه. وده الباركينج بتاع اللعيبه. وهنا في حاجه انا مش عارف هي ايه، مضطر ان انا افضل ماشي مع الناس للاسف. نفسي استخبى في اي حته هنا وبعدين اروح طالع بعدين لابس شورت وتيشيرت الفرقه واكني بقى جزء من الفريق وخلاص. صباح الفل.
في كل خطوة هتلاقي الشلة دي محطوطة. توني كروس الشباب الألماني هيجرى لهم حاجة. حبيب قلبي ده أبو شعر ده حبيب قلبي ده حبيب العالم كله بقى. لا هنا حبيب قلب أنا وده حبيب كل المدريدستا. مين اللي جاي بيجري ده؟ مين اللي جاي بيجري متأخر ده؟ بيت سمانتا كبير كورتوا اتخرم يا رجالة. لازم احاول امسك نفسي وما ازعلش عشان ما نترميش كلنا بره. اه لا لا انا ترمي بره دلوقتي. لازم نمشي. هنسيب التدريب ونمشي. مش عارف هنروح فين بس عايز اكمل التدريب وانزل مره معاهم ونكمل دلوقتي التور في سيوداد ديل مدريد او مدينة مدريد. انا بعد ما شفت الملعب مش عايز اشوف حاجه تانية بصراحه. طبعا بقول كده عشان لسه ما شفتش. لكن احنا اول ما نبدا نشوف الموضوع هيبقى ده واحد ماضي تي شيرت من اللعيبه كلها وتضرب منه التي شيرت دي عادي عادي زي ما قلنا ده الباركينج بتاع اللعيبه. بس هي بتقول اللعيبه لما بييجوا راكبين عربيات الاودي عشان اودي واحد من سبونسرز بتاع ريال مدريد بيركنوا هنا في المكان القريب قوي من الاوتيل. بس لو جم بقى عربيه تانية فيراري لامبورجيني بورشه اي حاجه تانية كده لازم يركنوا في الباركينج البعيد. سبونسر صايع برضه. هو مش بعيد قوي الباركينج التاني يعني هو ورا الزرع اللي هناك ده. ده اوتيل اللعيبه. انا اتوقع ان احنا عمري في حياتي ما هشوف حاجه زي هنا تاني. ما اعتقدش ان في نادي هيبقى عنده كل الفاسيلتي دي او الامكانيات دي. بس مش عارف انا بفتي دلوقتي بس هنكتشف. هو قبل اي ماتش كبير ليله الماتش الكبير بيباتوا هنا. دي السينما الاخر يعني. شغلوا لنا حاجه بقى. طبعا ده منظر ملعب والله العظيم يعني انا مش عايز اوصف منظر النجيله اللي تحت. دي كارنيهات كمان لعيبه. كارنيه بتاع بوشكاش اهو. طب في هنا كتاب لا اون داسيما لا داسيما لا داسيما دي كانت ايه ليله. اوف صفوا الاجوال واللعب والصور. بص مودريتش شكله عامل ازاي. طبعا هذا الراموس التاريخي. وفي كتاب هنا معمول مخصوص للمصريين اهو. اسمه راموس. معمول بس عشان مصر ده عشان عشاق صلاح. يا لهوي ده راموس لما جه من اشبيليه. بص مش عارف عامل ازاي. دي جزمه لعيب باسكت بول. طبعا هو واضح ان الكره والباسكت والاثنين سوا. جول زين الدين زيدان في الشامبيونز ليج طبعا في ليفركوزن. وادي حمام السباحه. ده بقى الاوتيل. المفروض ان كل لعيب ليه اوضه. الاوتيل ده بيقعد فيه بس اللعيبه اللي في الفيرست تيم ال 24 لعيبه و 23 لعيبه في الفيرست تيم و 16 لاعب اللي في الفيرست تيم بتوع الباسكت. الناشئين ليهم فاسيلتي ثانيه. ده كل لعيب ليه اوضته. اسمه بتاعه محطوطه هنا على بتاع السيلفر. دي اوضه اللعيب. بيقولوا ما هياش اوضه كبيره يعني. اوضه عاديه. روما ريال مدريد. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟ هنا الليفينج. وبعد كده سرير. ينفع اسرع المخده دي طيب؟ الحمام. يا ترى بيستخدموا ايه؟ نيفيا مان. ودي البلكونه. واللي هناك ده الاوتيل بتاع الناشئين. يبقى ده واحد من ملاعب النجيله الطبيعيه في لاتيوداد ديل مدريد. في 14 ملعب، 7 نجيله طبيعي و7 نجيله صناعي، وكل الملاعب ال 14 مقاس 11 ل 11. ده ملعب فوت فولي نجيله صناعي. كل حاجه بص دايما على واحد من الملاعب. دايما المنظر على الملاعب. مفيش اي حاجه مقفوله. البطولات كلها بتتعمل في الاستاد ده. بيشيل 5000 واحد. هو استاد الفريدو دي ستيفانو. دي مدرسه الريال. اكاديميه ايه؟ اكاديميه 2018 2019. كل الاولاد الصغيرين. بص بقى من هنا عندنا اعمار سنيه كبيره ويفضل يصغر 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 لحد كله في نفس الفاسيلتي. كله في نفس المكان. سوري يو نوت الاود تو فيلم هير. اه اوكي. هي دي اللي تقول لنا ممكن نصور ولا ممنوع نصور. وجبه سريعه في المطعم وبعد كده التمرين بتاعنا يبدا كمان نص ساعه. وده معناه محتاجين ناكل موز. فين الموز؟ اكيد في موز يعني. ممكن اشرب قهوه. ما تقوليش ان مفيش موز يعني. عيب والله عيب. دلوقتي جه وقت التمرين.
طبعا مش هوصف الحماس عشان الحماس في اللحظه دي ما يتوصفش. لسه مش قادر استوعب ان انا انزل اتمرن في ملعب ريال مدريد في واحد من الملاعب. نجم الريال الجديد قلت لكم مكان بنزيما في الخطه محدش صدقني. Pas. First one. خلصنا تمرين احساس مش طبيعي. دي اول مره في حياتي اتمرن في نفس الملعب اللي اتمرن عليه كتير قوي 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 لعب ريال مدريد. احساس مش طبيعي صراحه. هنا ده الاوتيل اللي بيقعدوا فيه الناشئين، ورا هنا الاوتيل اللي بيقعدوا فيه لعيبه الفريق الاساسي، وهم كانوا بيتمرنوا في الملعب اللي ورانا ده على طول. احساس مش طبيعي صراحه. واللي ورانا كان واحد من المدربين، مفيش كلام كده. الراجل ده مظلوم يا جماعة، والله العظيم مظلوم في كتير. رفاس ده أكتر لعيب بحبه. الشباب اللي واقفين بره، انا ما اعرفش الشباب اللي ورا، بس هطلع دلوقتي اقول لهم ان انا ما عرفتش اوقع لكم التيشيرتات، وشوف رد فعلهم هيكون ايه، وبعد كده اقول لهم ان انا وقعتها. دلوقتي بقى اللحظه اللي انا هشتغل فيها دلوقتي. بص انا عايز اقول لكم حاجه، انا ما عرفتش اوقعهم للاسف. لا تنزع ما رضوش يخلوني اوقع. ايوه بالنسبه لي صح. مين اللي كمان شكرا مبروك يا حبيبي. غمزنا غمزنا صاحبه للاسف. احساس بصراحه رائع 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 بصراحه كده. دي من احلى الجيف اويز اللي عملتها في تاريخ صلاح الكوره كله يعني. انا ما بقدرش ان انا اخد حد معايا وانا مسافر، او ان انا اخلي ناس تقابل لعيبه او حاجه زي كده. فلما نيفيا مان كلموني امبارح وقالوا لي ان احنا هنخلي 8 وبعد كده زودوها ل 10 يحضروا، كان الموضوع بجد. احساس الشباب لما جم واتصوروا مع اللعيبه وقعوا لهم على التيشيرتات وقابلوهم وكده، احساسهم ده حسيت كده ان انا عملت فرق. ده اكتر حاجه بتديني احساس بالسعاده ان عملت فرق مع حد ولو مع شخص واحد. مبسوط قوي 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 ان الشباب قابلت اللعيبه فعلا وصوروا معاهم، منظرهم واحساس السعاده على وشهم وكده فرحني. انا ماليش في الكلام ده، النهارده دي اكتر حاجه بسطتني النهارده اكتر من ان انا قابلت اللعيبه اصلا.